أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم السبت 18/6/2016، وإليكم صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى تواجد بعض السحب المتوسطة قادمة من الجنوب الغربي تظهر على المناطق الجنوبية من الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي يؤثر على معظم مناطق الدولة، مع امتداد لمرتفع جوي على المناطق الغربية من الدولة. تصاحبه رياح شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الغربية مثيرة للغبار والأتربة. والطقس صحو إلى غائم جزئي مغبر أحيانا على بعض المناطق، مع فرص لتكون بعض السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر، وقد تكون ركامية أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتزداد رطوبة نسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم: الساحلية في أوائل الأربعينات، الداخلية أواسط الأربعينات، وأخيرا الجبلية في أواسط 30 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط يضطرب غربا أحيانا، أما في بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، مناسب لجميع الأنشطة البحرية. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة لتكون بعض السحب قد تكون ركامية أحيانا على المناطق الشرقية. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، يضطرب أحيانا غربا ومتوسط في بحر عمان، وتزداد رطوبة نسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، شكرا وفي أمان الله.